السلام عليكم خوتي، جزاك الله راكم بيا لاباس. اليوم الموضوع تاعنا اليوم يسقسوني بزاف عباد عليه، قالوا لي كيفاش تخير يعني زاوج. برانسيبال اليوم راح بروميير ايبيزود راح نهضروا على الكناري، كيفاش تخير كناري برا، يعني راك حاب تشري كناري ما تعرفش تخير، فوالا ما تسحقش. فوالا راح نقول لك بيسك راح ندير اون دوزيام فيديو اللي نهضر عليه المقنين. بون ديجا الكناري كيفاش تخير كناري تاعك، توس لا بروميير دي شوز الكناري تاعك كي تخيرو يعني يبان لك هكاك شباب، فوالا تشوفو واقف بيان هكاك يعجبك شغل، بس كاين واحد ما يعجبوك اللي يعجبك. دي حاجة الأولى. حاجة الدوزيام شوف الزحكة تاعو، إذا جاي متقطعة شغل هكاك تشوف بين الريش والريش طايرة غير خطيك منه. هذه حاجة الأولى. والكناري تلقاه مبولي، يعني مبولي روحو، هذاك راهو مريض تما ما يحشي هذاك. بس خاوتي هذا الدومين في التدراح سون بيتي، غني سون بيتي هذا التدراح الاخر، نعرف واحد اخينا يدرح سون بيتي. المهم شوف كناري ما يكونش مليح من تحت، يعني في تحت الكاجا من تحت تشوفه دايما واقف، اللي يكون ياكل وسيرتو اللي يكون يصوت من كل جهه، تلقاه يصوت من كل جهه هكا كيهبط يطلع يطير، هذا تلقاه تعرفه بلي راه بون سونتي. صح كاع في كناري هو بون سونتي، واش ما كاش كناري يغني ولا كناري ما يغنيش كيما عاد لبقى هنا، كاع لي كناري يغنوا راك فاهمني. دونك شوفو يكون هاكا بون سونتي، اللي عجبك يكون شباب، يكون لا كولور تاعو شابة، ريشو شباب ماشي متقطع، راك شايف بيسكو الزحكة تاعو تشوفوه مقطع قاع، هذاك الريش مخرب قاع ما يبان يبان. فوالا تشوفو هاكاك ياكل يصوتي يصفر، اذا تعرفو بون سونتي تديه فوالا. وما يحشوها لكمش خوتي بيسك كي يشوفوك ما تعرفش يغلوك، دونك سا ديبو لا راس تديها، كاين سامبل كاين موزايك الى اخره. سامبل سا ديبو تدي فرخ ولا لا، هو يقول لك اذا فرخ سا فو دير ما يغنيش حتى كي يكبر، حتى يلحق لاج تاعو تاع 9 موا باش عاد يبدا يغني شويه، من بعد يبدا يغني بالعقل، من بعد جوسكا بالك عام من بعد ولا ميم با باش يبدا يغني بيا فوالا. وما تدوش واحد اللي يكون يطيح في الريش، يكون يبدر في الريش بيسك ما يكونش يغني لك وقادر يمرض لك، فوالا سيدي ليك هذيك لابيل اللي غليها في يد واحد الاخرى كاع. وهذاك واش كاين بون. اذا انت ما تعرف جوستومون اللي كان، يعني نعطيك كلك كونساي، كي تجيبو البيض ما تعطي لهم ما تعطيلوش، يدير له الشحمه البيض، تعطي له شلاضه اون فوا بار سومان، يعني مو ورقه تاع شلاضه خطره في السمانه وسيتو، ما تدير له والو ماكله، دير له ميلونش هذاك كيكي، انا جو كونساي كيكي هو المخير جاي صفرا فوالا. هذا ما وحطو بلاصه يعني تكون ضاويه، ما تكون فيها ما يكونش فيها كوروندر، كوروندر يمرضو، وتكون تحط بلاصه شابه فيها الضو، ما تكون فيها ني سخانه ني برد فوالا، سورتو في الشتاء بيسك تحطو داخل بعد تخرجو برا يمرض فاهم، تكون بلاصه مليحه فوالا. سينو هذا واش قلت لكم. سينو ما تجيبوش فومال، كاينين ما على بالهمش بس كلا فومال ما تغنيش عن الكناري غير المال اللي يغني، دونك فوالا باش يكون على بالكم. سيتو هكاك تخير كناري شباب اذا عجبك، واذا ماكش مقتنع بيه ولا روح مع واحد زعما عند اللي يبيع، روح مع واحد اللي يعرف لهم اللي مربيهم وروح معاه. هذا ما كان، السلام عليكم.